مؤتمر الاقتصاد وبرامج الحماية الاجتماعية، ونرجع معكم. في النور الحقيقة تبان. أقيمت صباح اليوم فعاليات المؤتمر الاقتصادي الثالث للمنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي تحت عنوان الاقتصاد العادل وبرامج الحماية الاجتماعية، رؤى نماذج متطلبات، تحت رعاية وزارتي التعليم العالي والتجارة والصناعة. والهدف هو توضيح الأثار الحقيقية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي على الأسواق الداخلية. اخترنا عنوان الحقيقة كان عنوان مهم جدا بيعبر عن توجهات العالم كمان، خاصة أن طبعا الفترة اللي فاتت كان هناك توجه نحو النظام الرأسمالي بأنواع المختلفة، لكن الحقيقة كان الأزمات الاقتصادية الكبيرة التي تعرضت لها دول العالم آخرها طبعا كان أزمة 2008، الحقيقة كان أدت إلى تعالي الدعوات بضرورة أن يكون هناك اقتصاد مبني على العدالة، مبني على مراعاة حقوق الطبقات المهمشة، الطبقات الفقيرة، وده الحقيقة يمكن اللي سامت به مختلف الاقتصادات على مستوى العالم وحتى مؤسسات التمويل الدولية. فعشان كده الحقيقة يمكن مصر بتتجه نحو أن يكون عندها اقتصاد عادل مبني على التنمية المستدامة، مبني على أن يكون هناك نوع من توزيع عادل لمعدلات النمو الحقيقية، وده الحقيقة يمكن اللي أشار إليه الدستور حتى في المادة 27 أن يكون هناك نوع من اتباع مفهوم التنمية المستدامة الخاصة بأن يكون هناك تحسن في مستوى المعيشة وإحساس بالرخاء لمختلف الجهات. المؤتمر اليوم بيحمل عنوان جديد اسمه الاقتصاد العادل. دايما بنتكلم على الاقتصاد والتنمية المستدامة، الاقتصاد الحر، الاقتصاد وأثره على كذا، أول مرة يبقى فيه عنوان اسمه الاقتصاد العادل. وأنا في تقديري أن ده بيجي لأنه يعني أيام أسرة محمد علي ما كانش فيه اقتصاد عادل، ده كان ملكية إقطاعية لأسرة معينة بتحكم مصر. تلاقي اقتصاد من نوع آخر، اقتصاد اشتراكي، إن بدل ما الأسرة كانت بتملك بقت الدولة بس هي اللي بتملك، فما بقاش فيه تواجد لرجال الأعمال مع فترة التأميمات والحاجات اللي زي كده. ثم تلا ذلك دخلنا في منطقة بتاعة الاقتصاد الشرس اللي تالت الانفتاح الاقتصادي من اقتصاد رجال الأعمال القطاع الخاص واستمر حتى 2011، ثم انتقلنا إلى مرحلة اقطاع آخر، اقطاع الإسلام، رجال الأعمال الإسلام السياسي، واللي برضه يعني نجد أن في كل حقبة من دول الاقتصاد رايح قطاعي ناحية حتة. حضر المؤتمر مجموعة كبيرة من المسؤولين التنفيذيين الحاليين والسابقين وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة، على رأسهم المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، والمستشار عادل حسين محافظ القليوبية الأسبق، واللواء ياسر طاهر محافظ الإسماعيلية السابق، والفنان أحمد بدير. النهاردة فعلا أنا بأثني على القائمون بإعداد هذه الندوة وهذا المؤتمر كمنتدى بيناقش قضية مهمة جدا، قضية الاقتصاد العادل وأهميته في الفترة دي مرتبطة ببرامج حماية اجتماعية. احنا عايزين نقول ان اللي بيحصل في مصر من اول ما بدأت فترة الرئاسة الاولى للسيد الرئيس وهو رؤية واضحة شاملة مبنية على اساس ان مصر تستعيد مكانتها اللي تستحقها بين دول العالم المتقدمة. يعني بشوف ان احنا ندي كل فئة حقها، نشوف السلبيات بالنسبة لبعض الفئات المهمشة ونحاول نقف معهم ونظهرهم بالشكل اللائق بيهم ونقول ايه السلبيات وايه اللي بيعانوه وايه المشاكل، لان الفئات دي ممكن تبقى من اول الناس اللي بيشتغل أعمال بسيطة جدا لغاية حتى ذوي الاحتياجات الخاصة. وكل دي فئات احنا يجب ان احنا نهتم بيها، لان احنا كلنا في النهاية جسد واحد، اذا تداعى
عضو من الشكوى فالجسد كله بيتألم. تكلم المسؤولون في الجلسة الأولى للمؤتمر حول ما بعد الإصلاح الاقتصادي والعاصمة الإدارية كنموذج للتنمية المستدامة، وأيضا دار نقاش حول المشكلة السكانية وكيفية تحقيق التوازن ما بين الحماية الاجتماعية والاقتصادية للأسر، وأهم التشريعات والقوانين التي يتعين تعديلها أو إصدارها لتحقيق نوع من التمكين الاقتصادي. المادة 8 من الدستور بتنص على أن المجتمع المصري مجتمع بيقوم على التضامن الاجتماعي، والدولة ملتزمة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بين جميع المواطنين. مؤتمر النهاردة بيدور حوالين المادة دي، وبيناقش على مدار 5 جلسات في وجود عدد كبير من الخبراء برامج الحماية الاجتماعية والاقتصاد العادل، وهل برامج الحماية الاجتماعية دي بتوصل لكل المواطنين ولا لا. فريد أدوار، سي تي في.